اليوم ان شاء الله بنبدا ب هيستوريكال باك جراوند عن تاريخ علم السيارات او تاريخ السيارات بشكل عام. فتقدر التطورات اللي صارت بتاخذ فكره يعني عن هذا العلم بشكل عام. هلا العلم ترى السيارات بلش باختراع الانجن، المحرك هو القبل النابض للسياره. فمن 1876 نيكولاس اوتو طور الاوتو فور ستروك انجن اللي هو احنا شو بنسميه محرك البنزين او الجاسولين، اسمه الاساسي هو اوتو فور ستروك سايد، هذا محرك البنزين. محرك البنزين كان اول محرك اخترعوه للسيارات. من 1885 هذا المحرك حطوه في سياره، فكانت اول سياره بتمشي بمحرك بنزين. بعديها بفتره غيروا الديزل، عملوا باتنت الديزل انجن اللي هو محركات الديزل. محركات البنزين هي قبل محركات الديزل. بعديها باربع سنين تقريبا 1890 هنري فورد الامريكي عمل اول سياره كامله سماها كواد باي سايكل، تروح البايسيكل، البايسيكل هي العجلتين. كواد باي سايكل هي زي بسكليت يعني له اربع عجلات، مش بسكليت هي سياره. هاي صورة كانت هي اول سياره بتقوم السياره. من 1897 بنوا اول ديزل انجن، هاي كانت باتنت. شو باتنت؟ براءه اختراع. فاول انجن صنع وبعد براءة اختراع بكذا سنة، حوالي خمس سنين. من 1899 أول سيارة تمشي على الكهرباء تقطع حاجز 100 كيلو متر في الساعة. اللي بيقول لك إنه سيارات كهربائية هلا اخترعوها قبل 10 سنين، بيقول لا، سيارات كهربائية اخترعوها مباشرة مع هذول مع السيارات الثانية. بس ليش ما كملت؟ اول شيء الستورج مشكله، والشيء الثاني اللي صار ثوره النفط. يعني في وقتها كان الجاسولين والديزل قصه انك تطلعهم، بس بعدين بالثلاثينات والاربعينات اكتشفوا النفط والنفط اللي بالعالم واللي في الشرق الاوسط واللي في امريكا، فصار صعب انك تنافس النفط. شيء كثير رخيص فيه انرجي كونتنت عاليه، صعب انك تنافسه. صعب انك تنافس بالكهرباء. بس شو اللي رجعنا للكهرباء هلا؟ ارتفاع اسعار النفط والجلوبال والكلايمت تشينج او الجلوبال وورمنج. التكنولوجيا تطور. التكنولوجيا تطور. اللي بيقول لك انه الكهرباء سيارات كهرباء اخترعوها تسلا قبل خمس سنين، بيقول له لا، يعني قبل 100 سنه، اكثر من 100 سنه. سنه 1900 كان مسجل في امريكا 4200 سياره. كان منهم 40% بيشتغلوا على الستيم، يعني السائق بيشتغل على الستيم. اللي هو جيمس وات، محرك جيمس وات. اللي هو البخار، الان البخاريه. كان 38% منهم بيشتغل على الكهرباء، واقل من الكهرباء كان الجاسولين. كيف؟ 1900 سنه 1900. طبعا بعدين الامور تغيرت وصار الشفت كبير بكل اتجاه الجاسولين. 1908 كان بدايه القرن العشرين. في شركه اسمها اولد موبل، هذا عمره سمع فيها. شركه امريكيه لكنها سكتت. اسمها اولد موبل. اولدزموبل عملت اول لارج سكيل افوردبل كار، اوكي؟ سموها الكيرف داش. هلا شو يعني فورد لارج سكيل؟ يعني هذه السياره صنعوا منها الاف وبلشوا يبيعوا منها. سياره هنري فورد كانت منطقه لحد معين، صنعوا له اياها الطلب يعني. فكانت اول شركه هي الاولدزموبل تصنع سيارات بكميه كبيره. الفورد بنفس السنه كان في منافسه شديده بامريكا بين الشركات. الفورد عملت اول اسمبلي لاين برودكشن، يعني الاوتوموبيل ما كانت اسمبلي لاين، يعني يجيبوا السياره ويصنعوها ويودوها. بس فورد حكت لا، انا بدي اعمل سياره تمشي وركب لها مثلا انجن، بعدين ركب لها سنو وصار، بعدين ركب لها مواد خط انتاج. سموها الموديل تي، هاي صورتها. سموها الموديل تي. اوكي؟ جت شركة بعدين، طبعا هي مو شركة سيارات، هي شركة بتعمل منتجات السيارات اسمها ديفكو. عملت أول إلكتريك ستارتر. قبل إلكتريك ستارتر كيف كان يشغل السيارة؟ شفت أفلام قديمة مانيوال، يعني عنده زي ذراع حرف هذا زي أوكي، بيجي على مقدمة السيارة ويعمل هيك حتى يدور الإنجن. الإنجن بده ستارتر.
فديلكو عملت اول الكتريك ستارت اللي هو بالكهرباء بتشغل السياره سيلف اللي هو لحد الان موجود كل التطبيقات العاليه بس البيسك تبعه بلش في هذه السنه بال 1913 الفورد طورت على الاسمبلي تبعنا عملت طرق موفي كونفاير بيلت يعني هون الجزء كان يدفش السياره هلا صار على كونفاير بيلت فشايفين تطور بالاوتوميشن والصناعه السيارات كانوا مع بعض بال 1928 كاديلاك سيارة شركة أمريكية عملت أول سينكرونش جيربوكس اللي هو شو بنسميه احنا؟ الجير الجير الأوتوماتيك عندك أول جير أوتوماتيك الجير موجود من أول ما بنت السيارة الجير كان عادي عندك كاديلاك عملت أول يعني ديزاين وأول كونسبت الجير الأوتوماتيك في 1932 صار أول اجتماع لشيء اسمه Society of Autonomous Electrical Engineers اللي هو قانون الليش الـITB بعدين طبعاً طوّر صار اسمه SAE يعني صار اسمه Society of Automotive Engineers بس كان اسمه أول فكان أول تجمع Professional مهندسين سيارات من 34 عنده أول سيارة Front Wheel عندوها الفرنسية يعني بدأت شو كان كله؟ رير ويل درايف بس أخرج بيويك أو شركة أمريكية كرايسلر شركة أمريكية بلشوا بعمل باور ستيرنج شو باور ستيرنج؟ أسهل عليه بدك فورس أقل حتى تلف الستيرنج في السيارة يعني هيك كان بدك فورس أعلى بدك إنسان بوش من مو شركة سيارات لكن زي ديلكو شركة تطور أنظمة السيارات بوش أولية عنده الفيول انجكشن قبل الفيول انجكشن شو كان؟ كاربوريتر فرح ناخد الفرق بيناته في كاربوريتر كاربوريتر الانجن لحاله بياخد البنزين انجكشن هو زي انجكت بخاف يبخ البنزين قبل اللي بيحسبه الكمبيوتر هلا هذا بالخمسينات بنص الخمسينات برضو ال 55 سيطروا من فيديو الهايدرو نيوماتيك سسبنشن وهذا مطور من السسبنشن بدخل فيه الهايدرو والنيوماتيك قبل هيك كان بس هايدرو تمام بال 61 جنرال موتورز عملوا اول سياره تتجمع من خلال الروبوت روبوتك ارمز دخلت على عمليه تجميع السياره بالبلانت لهم في ريوينج في نيوجيرسي كان اول ناس بيستخدموا روبوت في تصنيع السيارة بال 66 اليابانيين تويوتا عملت تويوتا كورولا اللي هي اكثر سيارة انباعت في تاريخ السيارات تعالوا اكثر سيارة اكثر اسم انباع هو تويوتا كورولا للان يعني ما في شيء باعوا اكثر من تويوتا كورولا تويوتا بقى انجاز يعني يستهلك بال 81 البي ام دبليو دخلت اول كمبيوتر بالسياره صار السيارات فيها كمبيوتر كانت الكترونيك سيارات هذا كمبيوتر مبرمج زي مايكرو كنترولر او مايكرو بروسيسور قبل هيك كان الاول شيء كان ميكانيكال بيور ميكانيكال سيستم بس لما دخلنا الانجكتر صار بدنا حسابات شو كان يعملها؟ اوب امبس مع الكترونيك سيارات لكن اول كمبيوتر دخلته البي ام دبليو في الثمانينات بعدين برضو دخل الـ ABS Anti-Braking System هو نظام الـ Braking الـ مانع الزراعة بعدين بالـ 97 دخل عنا عالم الـ Hybrids صارت الـ السيارة يعني الشركات بلشت تدخل الكهرباء بالإضافة للبنزين عدة أسباب زي ما حكينا منها البيئة منها ارتفاع أسعار المخلوقات الأويل وغيره فكانت تويوتا بريوس هي أول سيارة هجينة صنعت في التاريخ. في سنة 2008 صار في عنا اللي هو الأزمة العالمية الكبيرة اللي أكثر الناس تأثروا فيها هم شركات السيارات. أزمة اقتصادية كبيرة. تقريبا ثلث السيلز للاي فيكلز نزلت لشركات كبيرة. في بعض الشركات يعني دخلت مع شركات ثانية كانت
2008 بنفس السنه اللي صار فيها الكاتاستروف الكبيره طلعوا عندنا جماعه تسلا اول سياره فول الكتريك. يعني مش اول سياره لانه قبل 100 سنه في اول سياره بس هذه ايش؟ فيرست هاي واي كيبل. شو يعني هاي واي كيبل؟ تطلع على الهاي واي. شو يعني تطلع على الهاي واي؟ يعني تسوق فيها من مدينه لمدينه. يعني السيارات الاولى زي ما انت حكيت كانت مش في ستورج، انت كانت تمشي 10 كيلو 20 كيلو وتخلص البطاريه. هذه ممكن تمشي 400 كيلو. مرات هي اول سياره عمليه ممكن الناس تستخدمها. بال 2010 بلشوا الشركات تدخل في موضوع السيارات الكهربائيه زي نيسان ليف، تشيفي فولت. وبال 2012 تسلا عملت الموديل اس اللي كانت افضل سياره كهربائيه مبيعا لحد 2015. طبعا دي السالفه بس هي تسلا عم تطلع بلاد جديده. بس تسلا سكرت، تسلا شو مالها؟ سكرت صار فيها مشاكل بعدين ضخ فيها مبلغ كبير. لا ممكن صار بس مسكرت الانتاج. هي كل سنه تنتج بس ما سكرت بس عددنا كبير بس ما بعرف. صارت مشاكل مع الوالدة تبع الشركة ما كان مسؤول عن الضغط الصواريخ سبيس اكس. صارت عندهم مشكلة كان بيعمل شيء مش مسؤول فيه عن الضغط المعين بس مش بس ما سكرت يعني ولا يوم انها سكرت الانتاج. هلا يعني هذا هو اخر شيء تقريبا وصلنا له هي السيارات الكهربائيه هو اخر شيء. بشكل عام يعني هو طبعا هذه هي موضوع من باب المعرفه الشيخ هي صراحه قبل الازمه بس كمان الازمه بعد 2008 خلت كثير من الشركات يدخلوا تحت شركات اكبر. فبشر مش غلط انه نعرف العائلات هي اللي صارت. يعني مثلا لازم نعرف ان فولكس فاجن هي شركه عملاقه كبيره في تحتيها اودي تحتيها البوجاتي تمام تحتيها اللامبورغيني هم كلهم مالكينهم فولكس فاجن نفسها. مش غلط ان الواحد يعرف انه صار في عندنا زي تحالفات وزي تجمعات مثلا نيويورك تير تحتيها ليكسس اكيد بنعرف تحتيها دايهاتسو جنرال موتورز تحتيها عائله كبيره من الشركات السيارات الامريكيه نفس العمليه للفولكس فاجن. الله اعلم يعني انا مش من باب بس من باب هيك الواحد يكون عنده فكره انه كيف الشركات مملوكه لبعض. هذا المستقبل المازدا والسوبارو والمتسوبيشي. طيب نطلع يعني هيك بس لمحه سريعه وهذه مقارنه السياره قدره السياره ب 2000 مقارنه 2010 لسه 2010 بعيده عنها يعني لما يعني نطلع 2020 بس نشوف بس على 10 سنين شو اللي صار بالسياره من حيث البرسنتج لانواع السيستم او التكنولوجي تبعت السيستم في كل بند من بنود السياره. يعني مثلا في درايفنج اند بيل السياره بسنه 2000 كانت 60% تعتمد على الميكانيك في درايفنج اند بيل 20% على الهيدروليكس تقريبا 15% على الالكترونكس. شوف كيف صارت من 2010 شوف كيف الالكترونكس زادت في عمليه درايفنج اند بيل. متخيل لسه لو نوصل عند 2020 شو صار الوضع؟ موضوع السيفتي سواء اير باك سواء اي بي اس كان بيورلي مش بيورلي يعني مينلي اكثر من 60% ميكانيك. الميكانيك نزل ل 50% الكترونيك زاد صار اهتمام اكثر على الالكترونيك في موضوع السيفتي. كونفينينس زي مثلا نظام التعليق السسبنشن سيستم كان هايدروليك ميكانيك الكترونيك الى حد ما هلا ممكن تاخذ برضه الكترونيك شوي اعتماد على ميكانيك عم بيرتب. نفس العمليه الانفوتينمنت. شو الانفوتينمنت؟ اللي هو الانترتينمنت مع الاشياء هاي مع الستيريو سيستم مع كذا. كان مينلي الكترونكس تمام وضل الالكترونكس بس في وحده زادت ما كانت موجوده في سيارات 2000 هي الكوميونيكيشن نافيجيشن. سيارات 2000 ما كانت موجوده سيارات 2010 صارت موجوده. فهذا الاستاذ انا ليش بحب احكيها في بدايه الماده؟ عشان ما يجي واحد من الميكانيك ويقول لي انتوا ليش بتدرسوا هاي الماده؟ يقول لهم السياره تبعت زمان البيور ميكانيكال سيستم بطلت بيور ميكانيكال سيستم صارت مور اوف ميكاترونيك سيستم ذان ميكانيكال سيستم. صارت الالكترونكس فيها لا تقل اهميه عن الميكانيكا فهي ميكاترونكس ميكانيكال الكترونكس صارت تمام. وشنو سبب نسبة السيستم تبعت السيارة
يعني بالنسبة للسيارة برضو مثال ثاني نمبر اوف مايكرو كنترولرز في الاوتوموبيل. حكينا البي ام دبليو هي اول سيارة دخلت المايكرو كنترولرز بالثمانينات. بأول السيارات كانت كنا 10 مايكرو كنترولرز كفؤ 10 15 ب85 صرنا بدنا 25 ب95 صرنا بدنا 70 مايكرو كنترولر ب2005 ب2005 70 اوكي صار بدنا 150 مايكرو كنترولر حتى السيارة تشتغل تمام. فتخيل كم العدد هلا. وبرضه بأكد إنه السيارة إتس نوت إنه يور ميكانيكال سيستم صارت ميكانيكال سيستم صار فيها بروجرام صار فيها كنترول صار فيها ترانزيوسرز صار فيها أنواع مختلفة من الأكتويترز مش بس بنزين وحليب.